يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 بهب الحيل دمها ثقيلة مدري من اللي تسبب في ثقل دمها الشاعر القارح ماله على ناجميل حنا نعرف الجمايل ونعرف عمها الظاهر انك سببها جعل عمرك طويل بعد الرايا جيل لا مدحها ولا ذمها الله لهم ساتفهم تجحد في ضايل ذيل الله 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 والله ما عاد طيب يدك وتشمها إن كنت صادق على ما قلتها تدليل ولا لأنك بدأت السالفة تمها ما حد يبالك كثير ولا يبالك قليل وان كنت صاحب فضائل ليتك تلمها ما عاد يبالك كثير ولا يبالك قليل ما قلت لك يا وسيع العرف حطها بليلة أقول تخطي بعض الأحيان وتخمها أقول تخطي بعض الأحيان وتخمها قلت لك يا وسيع العرب مع ضعف الإيمان يمكن تمنعنا السبيل مع ضعف الإيمان يمكن تمنعنا السبيل الله يعطيك حورية في بطن أمها الله يعطيك حورية في بطن أمها مع ضعف الإيمان يمكن تمنعنا السبيل وضع المجنن كذا ما هو بقال وقيل لا حولوا فالموارد تغثر وجمها وضع المجنان كذا ما هو بقال وقيل ما عندنا لك يا حامد غير سيف صقيل بعدين لا جاتك الحورية تضمها ما عندنا لك يا حامد غير سيف صقيل ما قلت خذني وزبني بوجهك دخيلة أنا توطيت فوق العقرب بسمها أنا توطيت فوق العقرب
شفنا للسيف اديت له ما غير نفسك نصاها هم معها همها